الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنكمل كلامنا عن منهجنا الجميل الصف الثاني الثانوي تاريخ مصر في عصري جداد، عصر دول مستقلة جديدة، هي الدولة الطولونية والدولة الإخشدية. مع ضعف الخلافة العباسية في العصر العباسي الثاني، سيطر القادة الأتراك على أمور الدولة وبدأوا يستقلون بالولاية اللي تحت حكمهم. أقبل الولاية على حكم مصر والانفراد بها. ليه؟ عشان بعدها عن بغداد، وبسبب عدة عوامل أهمها مصر دايما قوية اقتصاديا، مصر دايما موقعها جغرافي متميز، وكمان حاجة جميلة طيبة وشعب أهل مصر اللي بيتميز بيها أهل مصر على مر العصور. أولا الدولة الطولونية من اسمها كده تنتسب الى مؤسسة احمد ابن طولون، وهو من تركي الاصل، قامت في بلاد مصر والشام والحجاز. احمد ابن طولون جاء الى مصر نائبا عن زوج امه بكبك التركي، ثم بعد وفاة بكبك عينه الخليفة مكان يرجوخ صهره، فكتب يرجوخ لاحمد ابن طولون: سلم نفسك لنفسك، يعني مش هتمشي يا احمد ابن طولون، انت هتحكم نيابة عني انا كمان. حلو قوي. بعد كده استطاع احمد ابن طولون لما لقى ان هو راجل متميز وراجل موثوق فيه، ظهرت شخصيته وابتدى يستطلع معالجة الامور وسياساتها ويدبرها، واستطاع يواجه المشكلات واثبت قدرته على القيام بأعباء الحكم. عوامل تثبيت حكم الدولة الطولونية، في عديد من العوامل أدت إلى قيام الدولة الطولونية. شخصية أحمد بن طولون الطامحة للحكم والسلطان، قوة وضع مصر السياسي والاقتصادي في عهده، وضعف الخلفاء العباسيين ومعاناة الخلافة العباسية من الثورات في البلاد العربية، كل دي أدت إلى ظهور دولة جديدة في مصر هي الدولة الطولونية. يموت احمد ابن طولون ويتولى من ورائه ابنه قمروي ابن احمد ابن طولون. تولى الحكم بعد وفاة ابيه، فرأت الخلافة العباسية ان الفرصة سانحة عشان يرجعوا مصر تاني من يد الطولونيين، فاستعانت بواحد اسمه اسحاق ابن كندة، ولكن خمروي انتصر. ذكاء خمروي بقى طلب الصلح مع الخليفة، بعت ورحب بيه وقال له مع ان خمروي منتصر بس عايز يخلي الدولة العباسية تعترف بوجوده. فكتب لخمروي أولاده من بعديه ولاية مصر لمدة 30 سنة، وده اعترافه، وكان هذا الصلح بداية علاقة جديدة مع الدولة العباسية. وبعد كده عشان خمروي ذكي عايز يعني يضبط علاقته أكتر بالخليفة العباسي، أم مجوز بنته تزويج ابنته قطر الندى من الخليفة العباسي المعتض، وترتب على ذلك طبعا تقوية علاقة خمروي بالخلافة العباسية. تمتع خمروي باستقلال ونفوذ كامل في مصر والشام واقليم الصخور، وده طبعا باعتراف من الدوله قلنا العباسيه. طب ايه سبب ضعف وسقوط الدوله الطولونيه؟ طبعا كثره المنازعات والصراعات بين ابناء البيت الطولوني وتدخل الجند والموالي في الشؤون الداخليه طبعا بعد مقتل خمروي، ورغبه الخلافه العباسيه في استعاده نفوذها المطلق في مصر والشام، فارسل الخليفه العباسي جيشا بقياده محمد بن سليمان الكاتب، واستطاع ضم مصر أخرى للخلافة العباسية. طيب الدولة الجديدة هي دولة مستقلة أخرى، هي الدولة الإخشدية. تنتسب أكيد لواحد اسمه محمد ابن طاغ الإخشيدي. قامت في مصر والشام والحجاز. محمد ابن طاغ الإخشيدي هو أحد القادة الأتراك في الجيش العباسي، وكان والده طاغ واليا على دمشق في عهد خمروي. اصطحبه واحد اسمه تكين إلى دمشق، عندما تولى حكمها استطاع مد نفوذه الى مصر والقضاء على الامراء المناوئين له، وقدر ان هو يعمل اعادة الامن والنظام، وقدر يصد هجمات الدولة الفاطمية على مصر، واتخذ مدينة جديدة عاصمة لدولته هي مدينة العسكر، وسعى للاستقلال عن الخلافة العباسية، ثم توفى، ثم جاء
كافور الإخشيدي. مين هو كافور؟ أوصى قبل وفاته من ولال ابنه أبو القاسم أنجور، يعني أحمد ابن محمد ابن طخ الإخشيد، قال أنا عايز ابني اللي يمسك. لكن ابنه ده كان صغير جدا، فجعل الوصي عليه خادمه أي معلمه كافور الذي تولى تربية أبناء محمد ابن طخ الإخشيد. رفض كافور أن يلقب بالأمير، وصمم أن يبقى بلقب الأستاذ الذي اكتسبه أيام تربية أولاد الإخشيد طول مدة حكم أنجور. أنجور ده ابن الإخشيد الصغير. وبعد وفاة كافور اجتمع كبار القادة ورجال الدولة واتفقوا على تولية أحمد ابن علي الإخشيد، وبعد وفاته تولى الحسن بن عبيد الله بن طخ، وظلت مصر والشام والحجاز تحت حكم الإخشيديين. ثم جاءت سقوط الدولة الإخشيدية. طبعا بضعف الدولة الإخشيدية كان حلم الفاطميين دخول مصر، واستطاع فعلا جوهر الصقلي أنه يدخل مصر ويسقط الحكم الإخشيدي، وأسقط معه التبعية للخلافة العباسية، يعني أصبحت حتى مصر مش تابعة للخلافة العباسية وإنما تابعة لخلافة جديدة هي الخلافة الفاطمية. وبكده أشوفكم على خير إن شاء الله الحصة القادمة في خلافة جديدة ودولة مستقلة جديدة أيضا على مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.